فيها دقيقة لأن ما بقاش الوقت. غادي نعطيك واحد تيغين تيجي بجوج الانواع ديال الصومو والفرماج. فيها 300 غرام ديال الصومو يكون طريب على الجلد ديالو، 300 غرام الصومو، 70 غرام ديال الصومو في مي، و 4 ديال لي طونج ديال الصومو في مي اخرين هادو لزين، 100 غرام فرماج بيض، 100 غرام فرماج بيض اصفر بيضة، 5 تعريشات ديال البسباس اصفر بيضة، 5 تعريشات ديال البسباس، 5 تعريشات البسباس، 5 تعريشات ديال النعناع، 5 تعريشات نعناع، والسيبولات سيبولات واحد لي شالوت مشلطة، عصير نص حامضة، نعم، ومشق صغيرة ديال الصوجة، معلقة كبيرة زيت بلدية وملح وزهر، نعم، ودواء الحامض للتزيين. بالنسبة للطريقة غادي ندخلو الصومو ديالنا 10 دقائق ونطحنو مع 70 غرام ديال الصومو في مي، وفي بول غادي نخلطو الفرماج البيض مع أصفر البيض الأعشاب عصير الحامض زيت بلدية ولي شالوت والصوجة كاملة، نعم المقادير اللي قلنا، ونضيفو الخليط الصومو اللي سبق وطحنا، نملحو ونبزرو، وفي مول طويل ديال الكيك نغلفوه بفيلم ألومنيوم ونفرشو فيه لي طونج ديال الصومو في مي يكون هما الغلاف الخارجي، نعم، حتى نغلفو كاملة بيه ونكبو فيه الخليط اللي حضرناه وندخلو الثلاجة 3 سوايع قبل ما نقدمو. وفي التزيين تنزينوه بعريشات ديال البسباس ولي طونج ديال الحامض. نعم غتجي هائل ونجربوها لالا. تبارك الله عليك، سنة سعيدة إن شاء الله، سنة سعيدة عليك وعلى الأمة الإسلامية.